تتابعون نرحبكم من هذا الموقع التراثي ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. تابعنا شوطي رئيسيين لأشواط الحلفة، ومن ثم إذا نعود بكم وبحضراتكم بالشكر والتقدير لداعمين صندوق السمحة، الشكر لصالح بن خالص العامري، والشكر لجمعة بن عتيج الرميذي، شكرا لخليفة بن جمعة بن عتيج الرميذي، الشكر لسعيد بن أحمد بن عود الرميذي، الشكر لكل عتيج بن عبد الله بن كسلة الرميذي، داعمين صندوق السمحة لسباقات الهجن. نبدأ برحلة شوطة الأول الذي حمل عشوط المفتوحة للإبكار لسن الفطامين، هي الرحلة 1500 متر. المرحبة بالجميع مصور العزيز ياخذ جولة جميلة. إذا نبدأ مع رحلة البداية، نتعرف إلى الشاهنية عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي، النقلة التالية إلى السمحة الذي قادمه خليفة بن جمعة بن عتيج الرميثي، النقلة التالية إلى المستوى الثالث وصول الشاهنية عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي. هذه إلى الثلاث روايل الذي بهن يزين اللقاء، ولكن مصورنا له جزيل الشكر ياخذ بالجولة للإشعارات الذي قادمة. أول أشواطنا المفتوحة، أول أشواطنا المفتوحة، أول رحلة الإبكار إلى ويننا موسى، العودة إلى الصدارة، العودة إلى إشعار بن كسلة راعي سمحة الذي غاد الصدارة، الذي غاد الانتصار. الشاهنية قادمة، عبد الله بن عبد العود الرميثي المركز الثالث. شوف لي هناك الساعة الذي قادمة بيفتحها خادم بن محمد بن مطر الرميثي، المركز الرابع مصورنا. نعود إلى الأسماء القادمة، نشوف الأسماء القادمة، ومن ثم عطني جولة. العودة العودة العودة، ما شاء الله تبارك الرحمن. الساعة الساعة الذي طارت بالنقطة الثالثة على التوالي بأول أشواطنا المفتوحة، بأول أشواطنا المفتوحة. سلام بو محمد، سلام سلام راعي الساعة، سلام وتحية مشكور المتابعة. يتهانينا لخادم بن محمد بن مطر الرميذي. شوف الانفراد، شوف الابتعاد، الحصول لخط النهاية بالانجاز. تهانينا لخادم بن محمد بن مطر الرميذي، شكرا على هذا الابداع. هذا الشعار سجل لنا ثلاث نقط مدونة. تهانينا وناموس. المركز الثاني والثالث والرابع عندك يا عبد الله بن عود الرميثي الذي تابع هذا الشعارات المتميزة. ناخذ عودة بالتوقيت الزمني، دقيقتين 15 ثانية، 25 جزء من ثانية. كل التهاني والناموس لخادم بن محمد بن مطر الرميثي على هذا الإبداع الجميل.